شوفي تكريم تنظن انا ما تنظنش نصحك واحد تكريم مي بون سي سامبا من الطلبه ديال المعهد اللي قريت فيه انا الصحافه وجيت اليوم تلاقيت بهم كنت فرحان باش نبارطاجي معهم واحد شويه من ليكسبيريونس اللي عشت وهما انا براسي ملي كنت باغي نرجع جورناليست وديك الشيء كنت نتمنى شي واحد يعطينا هاد النصائح دونك وانا مواكب داك الشيء اللي تيوقع في الساحه الفنيه سواء هنا سواء برا دونك حاولت نبارطاجي معهم ليكسبيريونس ديالي كيفاش بديت وكيفاش مشيت الامريكان وديك الشيء وداو لي تكريم دونك كنت فاجئوني بهذا التكريم مي سيتي ما عمرك ما تقدر تقول لي نو لشي تكريم ولا شي واحد يقول لك شكرا على شي حاجه ودابا حنا في 2019 دونك كاين الانترنت كاين كل شيء دابا تفتحوا ماشي حنا فاش بدينا ما كان والو حتى الانترنت ما كانش مي وكانت هذا الورقيه وكان الاعلام ماشي بحال دابا كل شيء لي سيت كل شيء داير كل شيء الميكرويات كل شيء خدام دونك تنظن ان بيان سور النيفو ديال الطلبه اليوم هو 100,000 مره احسن من هذاك اللي كان بحال هادي شوفي انا لافير ديال سعيده شرف انا هضرت على واحد المغنيه انا معروف بانني فاش نكتب ستوريات ديالي في الانترنت دابا رجعوا زي يمشي فايرال تنوض فضيحه مي ما تنسميش ما تنديرش سميه دونك تنظن انا خاصها تعلم هي واحد الحاجه بويسكو هي قالك فنانه ودرت واحد الانترفيو قالت لهم شكون هذا بغى يكون ومنين شكون هذا بغى يكون اش تواجه به كاع اش نايض انت ناس دير لي انترفيو واش باغا البوز ولا ما باغياهش دونك تنظن خاصها تعلم انه واحد الحاجه اللي انا عجبوني لي كومونتير الناس طاقاوها وقالوا لي في الفستق يقفز باسكو انا ما هضرتش عليها هضرت على فنانه مغربيه تزوجت بواحد في امريكان اللي هو خدام في محل عادي وقالت هو مليونير دونك قلت ديجا هي نات دير لي انترفيو تهضر عليا دونك هي فيها الفز اللي في الفستق يقفز لان ما قلتش سميتها خصك تشوف سميتها مكتوبه ثانيا قلت انا ماشي عيب الواحد خدام امريكاني امريكانه في المغرب الراجل ما عمره ما تيتعب تنقولوا حنا مغاربه دونك واخا تكون خدام في محل خصك تكوني براود وعجبتني واحد التصريح قالت لهم انا سميتو انا لا ما احتاجش الورق الامريكان ونتمنى واحد دابا هادي عامين غندير انترفيو واحد اخر نقول لهم واش خديت الجرين كارد ديالها ولا لا تنظن امينوكس باسكو عندي واحد العلاقه معاها طيبه وعزيز عليا وتعجبني داكشي اللي تايدير وظريف ستادير ملي تكون معاه ما تنحسش بانني معاه فريمون بحال ولد الشعب ماشي بحال ديك الفنانه اللي فيهم العياقه واللي تتزاد عليهم شويه ترجعوا هما تيقول لك حنا السنتر اوف ذا وورلد لو سنتر دو مون نو لا كيستيون كانت انها واش يمكن لي نعاود نرجع ندير هنايا قلت لا من بعد انا هاد السنوات كلها انا باغي ندير شي حاجه للاعلام المغربي ولكن بغيت نديرو امريكان بحال اللي تندير دابا مع نايضه في هوليوود اللي تندير على المغاربه اللي عايشين في امريكان دونك تمشي عندهم تما ساكنين تما تنعرف السيستيم عندي الامريكان كرو اللي هو طاقم التصوير الامريكي تنعرف القوانين الامريكي ديال الاعلام دونك دخلت في ديك الشيء دونك عارف وحافظه دونك حتى الاعلام المغربي خصهم دي جون اللي غيديروا داك الشيء تما اللي يكونوا هما عارفين هذا الشيء لان ما يقولكش قلت واحد الصحفي عاد خرج به وتصيفط للامريكان تقول له صور فين هو البيرميت فين هو الكرو فين هو داك الشيء عنده قواعده فحال هنا ما يمكنش واحد يجي مدخل عندنا المغرب وهز الكاميرا تيصور فهمتي كاين القواعد كاين لي زوتوريزاسيون كاين واحد هذا دونك باش نجي انا تنمشي نجي دابا هذه المره ثلاث شهور جيت ثلاثه المرات بريسك كل شهر هنايا ولكن باش نجي نعاود نستقر هنا 100% تنظن ما غنديرهاش لان بغيت انا ندير ما كارير تما اي والله يصاوب لهم تسالفهم على الصفرات تصلح لكل شيء الله يصاوب لهم ماشي بغاو يديروا كل شيء دونك نصيحه للفنانه المغاربه الا كنتي ممثله خليك ممثله الا كنتي عارضه ازياء خليك عارضه ازياء الا كنتي منتجه تلفزيون خليك منتجه ما تبقاوش تخلطوا وتجلطوا ومنين تكون بحال دابا مثلا ايفينمون ناسيونال ولا شي حاجه يمكن ممثله او راقصه او هذا تقدموا ماشي هذا ولكن تكون مره جوج ماشي فحال اللي تنقول حنا ما تقطعوش الرزق كل واحد تيدير انا تمشي غير لواحد النهار تيكون عندي التصوير تنخلي اللي تيدير المونتاج يدير المونتاج اللي الكاميرامان الكاميرامان اللي تيدير لا ليميغ لا ليميغ اللي تيدير لو سون تيجي تيقول لك انا غندير هذه تنقول له لا خلي الاخر يدير ما تقطعلوش الرزق كل واحد يدير حاجه ويديرها مزيان ويتقنها فهمتي لان راه انا 20 عام ديال الصحافه يمكن لي انا نمونتي لو تخيك ديالي وانت مونتاج تنخلي عندي المونتور اللي تيمونتي السوجي ديالي دونك كل واحد يدير الحاجه اللي هو خصو يديرها الجمهور ديال لو سات هاد السيده هذه فيما تجي تتكريسيني تدير معاه انترفيو دونك نتمنى لكم رمضان سعيد والله يدخلوا عليكم الصحة والسلامة والعافية وتفكروا دائما حتى في رمضان تكون نايضة عبادة نايضة ديما نايضة ولا ما نايضاش نوضوها